السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين معلومات وفنون، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل مع بعض الجزء الثاني من الجامع. احنا كنا عملنا في الجزء الاولاني المجسم ده بتاع الباب، عملنا زي ما انتم شايفين كده اهو، ده اللي عملناه في الجزء الاول. هنبتدي بقى نعمل ايه الجزء الثاني فيه. هنبدأ نعمل الحرف اللي فوق ده، هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنكمل على اللي عملناه في الجزء الاول. هنيجي هنا نلضم، بعد ما عملنا الباب بتاعنا كده هنيجي نلضم غرزة رباعية باللون الموف، هنلضم 3 خرزات طبعا على الخرزة الموجودة معانا الاساسي، ونعمل العقدة بتاعتنا. مش هأكد عليكم تاني برضو ان احنا لازم نعمل العقدة بتاعتنا في قلب الخرزة، وهنعدي الفتلة اللي بالشمال في الخرزة النايمة. هيبقى كده معايا 2 خرزتين في الخيط. هنا بقى هنبدأ نغير في اللون بتاعنا، هنلضم معانا 2 خرزتين، واحدة موف واحدة احمر، هنلضم خرزة باللون الاحمر وخرزة باللون الموف، ونعمل العقدة بتاعتنا. احنا هنا بنحاول نعمل البرواز اللي هو ايه اللي بيبقى فوق الباب بتاع الجامع. اهم حاجة في المجسمات ان احنا نشد الايه الخيط بتاعنا كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هنعدي الفتلة الشمال تاني في خرزة نايمة، هنا بقى هنلضم الخرزتين بتوعنا باللون الموف. يبقى احنا كده عملنا اول واحدة موف، وبعد كده احمر وموف، وبعد كده الاتنين موف او ابيض لو حابة تشتغل باللون الابيض. احنا قلنا قبل كده ان الالوان دي اختياري بتاعتكم انتوا. هنكرر كده لغاية ما نوصل لاخر الصف. طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان اخر صف بنشتغل بالفتلة الشمال عشان نبدأ نطلع للدور اللي بعده. هنلضم فيها 2 خرزتين بلون الموف، ونعمل العقدة بتاعتنا. كده احنا نقلنا للدور اللي بعده. هنقلب بقى الشغل بتاعنا وهنبدأ نشتغل. هنلضم اول حاجة 2 خرزتين موف وخرزة باللون النبيتشي، وبعدين هنشتغل بعد ما نعدي الخيط بتاعنا من الخرزة النبيتشي النايمة، هلضم 2 خرزتين باللون النبيتشي عشان يدينا الشكل المربع ده او الشكل البيضاوي دوت. هو مش بيضاوي، هو بيبقى عامل زي المربع كده، ايوه بالشكل ده كده بالظبط. هنعدي بقى الخيط بتاعنا في الخرزة الموف، وهنلضم خرزة موف وخرزة باللون النبيتي، وبعدين هنكرر دوت في بقية الصف كله. هنشتغل في الدور اللي بعده 2 نبيتي، وبعد كده خرزه موف وخرزه نبيتي لغايه ما نوصل لاخر الصف بتاعنا عشان يدينا الشكل ده، شكل الورده دي او شكل المربع المايل دوت لغايه الاخر كده زي ما انتم شايفين. برضو انا وصلت كده ده الحرف اللي هو البرواز بتاع الجامع من فوق. هاجي هنا عند الغرزتين اللي في الجناب اللي بلون الموف، وهبدأ أثني كده. طبعا الخرز المربع بيساعدني أعمل الكلام دوت. احنا تانينا كده زي ما انتوا شايفين كده عشان نعمله دي الدخلة بتاعت باب الجامع، اهي بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاجي بقى عايزة أعمل ايه؟ أعمل الدرج أو
الجزئية اللي هي تحت الباب على طول، هاجي هنا، احنا معايا هنا صفين موف واقف غير الصف الاحمر النايم، هاجي اعمل عند الخرزة الموف دي هعمل غرزة رباعية، يعني هلضم 3 خرزات باللونين النبيتي، وبعدين هعدي الخيط بتاعي من الخرزة النايمة النبيتي اللي جنبها، الموف اللي جنبها، والخرزة النبيتي اللي كمان فين اللي في الصف اللي واخدة الزاوية، يعني كده هيبقى معايا 3 خرزات، هلضم عليهم خرزة واحدة واعمل العقدة بتاعتي عشان تاخد الغرزة اللي في الزاوية، وهكمل الصف بتاعي كله لغاية ما اوصل لغاية الخرزة الموف، كله باللون الايه، باللون النبيتشي، او زي ما انتم شايفين كده هلضم خرزتين 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 كل مرة لغاية ما اوصل لاخر الصف. هنا برضو الصف دوت هيجي معايا في نفس الزاوية، بقوم معدية خرزية النبيتشي النايمة وخرزية من الموف اللي جنبها، يبقى كده معايا 3 خرزات، بلضم بس في الزاوية ايه خرزية واحدة بس، واعمل العقدة بتاعتي، وبعدين اعدي الخيط بتاعي من الخرزة الموف واكمل شغل بالغرزة الرباعية. يبقى انا كده عملت ايه، قفلت المجسم الحتة دي اللي هي اللي تعتبر العتبة او دخلة الباب، هنفضل كده شغالين لغاية ايه ما نخلص الصف ده كمان، هنلضم كل مرة خرزتين باللون النبيتي ونعمل العقدة بتاعتنا لغاية ما نوصل فين لآخر الصف. زي ما انتم شايفين كده خلصنا بقى الصف بتاعنا اخر واحدة، طبعا بنبقى بناخد من الغرزة الاولانية يبقى ضمن خرزة واحدة هتدينا نفس الشكل ده. عايزين نعمل بقى الدرج بتاع السلم نفسه، زي ما اتفقنا ان احنا الشغل كله بالغرزة الرباعية، يعني هي نفس الغرزة بس بتختلف بس في ايه في الالوان بتاعتنا. هنبدأ نعمل الصف دوت غرزة رباعية، هو الجزئية دي كلها باللون النبيتي، لو عايزة برضو تغيري في الألوان صف نبيتي وصف لون تاني مفيش مشكلة، ده حسب الأذواق والألوان. طبعا هنلضم 3 خرزات باللون الأحمر أو اللون النبيتي ونعمل العقدة بتاعتنا، وهنكمل الصف بتاعنا كله زي ما انتم شايفين كده غرزة رباعية لغاية الاخر، هنكمله مع بعض وارجع لكم تاني. اللي وصل لغاية هنا في الفيديو ما نسيناش باللايك والشير وتعليقكم الجميل، واللي اول مرة يشوف القناة بتاعتنا يشترك ويفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديوهات جديدة من قناة معلومات وفنون توصل لكم باذن الله. احنا هنا كسرنا الشغل بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، ده كده اخر الصف، خدنا الصف اللي بعده برضو هنعمله برضو غرزة رباعية للاخر، يبقى احنا كده عملنا بعد ما عملنا القاعدة بتاعت الباب بتاع الجامع عملنا صفين بالغرزة الرباعية كله باللون النبيتي. انا ببدأ هنا بصي بعد ما كسرتها كده بالطول كسرتها تاني بالعرض عشان تديني الدرج ده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، يبقى انا عملت القاعدة كده وبعدين عملت واحدة واقفة وواحدة تانية بعد ما اشتغلتها نيمتها. هنعمل كمان غرزة تانية او صف تاني رباعي واقف، ميزة الخرز السداسي ده او المربع انت ممكن ايه تكسريه او تتحكمي فيه زي ما انت شايفين كده،
هنعملها غرزة رباعية واقفة، هنكمل كده لغاية اخر الصف بتاعنا. وكده يبقى احنا خلصنا البرواز بتاع الباب من فوق، والسلم او الدرج بتاع الجامع. هنكتفي بالجزء دوت كده، بالدرج والزاوية دي، وان شاء الله ان شاء الله نحاول ننجز لكم في الجامع عشان ما نطولش عليكم الفيديو دوت. زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا الدرج بيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. ممكن تفرجي الخرزة معاكي هنا عشان لو تحبي تعمليها، اهي واخده الزاوية دي كده. يا ريت تقولي رايكم في التعليقات، والناس اللي سألتني عن الميزان في الجزء الاولاني، فبإذن الله هي بياخد حوالي كيلو من الخرز، وفي اخر الاجزاء بإذن الله هكون وزنها واقول لكم بالظبط بالظبط هياخد قد ايه. لسه فاضل لنا هنا الصف ده هنعمله، صف كمان بغرزة رباعية. يبقى انا كده معايا اربع صفوف بعد ما عملت القاعدة بتاعتنا، صف واقف وصف نايم وصف واقف تاني وصف نايم تاني، يعني اربع صفوف اهو. انتي لو حابة تعمليهم كده يعني ممكن بطريقة تانية اسهل بكتير، انتي بعد ما تعملي القاعدة بتاعتك تعملي اربع صفوف واقفين وبعد كده تبدأي تكسريهم انتي، اسهل طبعا بكتير، بس انا حبيت ابدأ معاكم واوريكم بتعمل ازاي. الاسهل انتي تعملي اربع صفوف على بعض تكسريهم بالطريقة دي، غرزة واقفة وغرزة نايمة وبعدين غرزة واقفة تاني وغرزة نايمة. نكتفي بالجزء ده كده، وان شاء الله هنبدأ نعمل بقية الاجناب بتاعة الجامع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب معلومات وفنون.